صباح الخير. اهلا وسهلا. كي دايره؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك سكينه. كي دايره مع الصحه؟ الحمد لله. والله الا هديت عام باركه اللي هضرت معك فيها. الله يبارك فيك. عرفتي راه من الصباح وانا تنعجنت بكري وطيبت الغدا بكري باش نشد التليفون من بعد نتسنت لك. الله يبارك فيك سكينه. حتى انا سعيده. وليك كذلك باش كتمناي ان شاء الله. وانا فرحانه نسمعك ونسمع صوتك معنا هذا الصباح. شحال وانا تنعيط شحال وانا تنعيط والو التليفون اش بايكبض ليا. الله يبارك فيك. وساعة ثانية ساعة سعيدة كيحيدي هبة. عرفتي البنات راه مسلسل ليا العقل. شو هو هبة حتى هي تهضر معنا مسكينة شحال في عمر هبة؟ عندي هبة عندها 6 سنين وحصة عندها عامين. تبارك الله الله يخليهم لك. ها هي تهضر معك يلاه هضري. الو الو الحمد لله وانتي لاباس عليك؟ أنا سعيدة. الله يبارك فيك بنتي. أشنو سميتك؟ أبنية. اشنو سميتك انتيا؟ هبة. هبة وشحال في عمرك هبة؟ ستة. ستة وبرافو عليك برافو. ما كديريش بزاف دالبسالات الماما ياك هبة؟ شوية. ضروري سارة ضروري. اسو كاينة وخليها تهضر صاحبتي انت كتقولي لها كل شيء. والله الله يفرحك ببنياتك الله يفرحك بهم. امين يا ربي امين. الله يخلي لك صحتك ويخلي لك بنياتك. الله يبارك فيك سكينه. امين يا رب العالمين امين. وحنا هذا الاسبوع طبعا السيدات مع عاشوره وكل وحده شنو كتوجد وكل وحده فاش كتفنن. شنو الاقتراح ديالك للاخوات سكينه؟ عندي واحد الكيكه. هي اللي عندي واحد الكيكه وعندي واحد الشليضه. عندك الكيكه وعندك الشليضه. عندي الشليضه يا ولا بقى لي الوقت نعطيك واحد الاكله اخرى. ما ظنيتش يبقى الوقت غناخذو من عندك جوج ديال الشهيوات. غادي ناخذو الكيكه هي الاولى. هي تيبل. اها والبنيتات محيحين. وهادو هما الدراري ياك هادو هما عمارة الدار. والله لا وحق الله العظيم. اذا ناخذو من عندك الكيكه هي الاولى بسم الله سكينه. عندنا السيترو تاع اللبن. هاد الكيكه اذا هادي كيكه باللبن. الكيكه باللبن تاع السميده. واخا. عندنا سترة اللبن. ونص كيلو ديال السميدة رقيقة تاعت الحلوة. نعم. وجوج خمارات. وجوج بيضات. نعم. وكاس تاع ديال سنيدة. ونص كاس ديال الزيت. تنخلطو هادشي كله مزيان حتى يتخلط وتنخوي عليه سنيدة السميدة. نعم. صافي وتنديرها في المقلة ديال هذيك اللي تنطيبو فيها المطلع. تنطيبو فيها البطبوط. ايه. تندهنوها بالزبده ولا الزيت نديرو ليها السميده ونديروها في الطاوله نخشوها في الفران مده شويه اللي بطيب. ايه. وملي تخرج تكوني انت عاصره شويه ديال الليمون ليمونه ولا جوج على حسب الذوق بنادم. وديري عليه شويه ديال العسل مع داك الليمون وترضي شويه يطبخ. اذا كديريه على شكل سيرو. اي بحال سيرو. ايه. ملي تخرج الكيكه من الفران تخوي عليها داك السيرو. نعم. تخوي عليها تخليها تبقى تشرب مزيان تتولي معلكه. ما عرفتي السميده تكون شويه ناشفه. ايه. صافي وتديري عليها انت اللي عجبك. انا على حساب الدراسة تقول لك ماما بغيتي مال الكوك ماما بغيت الشوكولات ماما بغيت هذوك الفيرميس هذوك الصغيورين تقول لك انا بغيت ندير لها اللي عجب الذوق السيده تيديروه. ايوا الله يعطيك الصحه. هذه اذا قبالة معلكه فنه. هذه غتجي زوينه. هذه اذا كيكه باللبن ديال السميده واللي كتسقيها لالا بسيرو ديال الليمون والسكر. أيه. عندك ايضا اقتراح ديال الشلاضه. اما شلاضه اما عندي ليشو بالحوت. ليشو بالحوت. اييه. هو شي بغيتي دابا. ايوا بغيت ليشو بالحوت ما نكذبش عليك. هذه واش هذه شهيوه مراكشيه ولا هذه شهيوه ديال اختراع سكينه؟ لا هي اختراع ديالي انايا. يلاه ناخذ من عندك الاختراع ديالك لا سكينه. ربي يخليك. عندنا ليشو تديري ليه نص سلقه. شويه ديال الملحه. نعم. تنشدوا الحوت تنديروا كفته. اش من حوت اش من حوت اللي كيمشي؟ السرديل. هي السرديل هو السرديل انا. اها. اي السرديل تنحيد ليه الجلفه ديالو. وتنطحنو مزيان. وتندير الزيتون طريفات صغيورين. نعم. والفلفله مشويه حتى هي طريفات صغيورين. الفلفله الخضراء. الفلفله الخضراء. ايه. وشويه الرز تا هو مسلوق تا هو شويه. مسلقه. تنخلط مع هذا الشيء والثومه والربيع. نعم. والعطريه. كاملها
صافي تنديرو مزيان هذاك الشيء، تنخلطو هذاك الحوت مزيان وتنشدو هذيك لي شوه تنسرحوها. ايه تنكورو شويه ديال الحوت وسط من هذيك لي شوه. يعني كديري كويره ديال الكفته ديال السردين مخلط بالروز؟ ايه بالروز والفلفله والزيتون. ايه وتنكورو شويه كويره صغيره تنحطها في وسط هذيك لي شوه. اها وتنجمعو الجناب وحده فوق وحده هذوك الجناب. ايه كديريها غديريها بحال ديك المحشي بحال هي بحال بريوات ديال تجمعيهم. اها بحال هكا كديري في الورقه ديال المكور ديال لي شو. الورقه ديال المكور حيت ولا كنقص ما تيبغيش تيبقى يتقسم خاصو نص ورقه باش يتقاد. اها تجمعي داك الجنب مع الجنب الاخر وتدي تلوي فيهم. ايه بغيتي تخشيهم في الفران تخشيهم. انا غالبين تنديرهم في الطاجين. تخوي فوق من هذاك باش طيب يطيب فيها يكمل الطياب حيت راه قلنا اللي شو نص القا والروز هو تقريبا نص القا ياك. ايه نص القا نص القا كلشي والفلفله هي تتشويها. اذا كديري واحد الصلصه بهاد مطيشه مع التوابل محكوكه. ايه مع التوابل صافي والربيع والثومه شويه. صافي تخوي شويه فوق هذاك هذاك الشيء صافي وتدير واحد الحوينده وشي فلفله حاره ملي تيطيبو تيجيو ناشفين تقدميهم بغيتي تقدميهم في الطاجين هكاك ما بغيتيش ديريهم في طبيشه صغيورين تبدا تهزي بحال هازه بريوه. غزاله غزاله غير رائعه رائعه. فاطمه الزهراء كي جاتك هاد الشهيوه ديال الاخت سكينه؟ لا تصحى زوينه دابا بغيت نجربها في الدار. شتي دابا شوف دابا هي فاطمه هي الضيفه ديالنا هاد الصباح اخت فاطمه الزهراء قالت لك غتجربها. انا غنجربها وانا متاكده المستمعات غيجربوها من عندك. مزيانه طريقه طريقه جديده هادي فنه تجي قباله تعجبني حتى انايا مول الدار تعجب البليه فنه تجي بغيت تبارك الله عليك تقد ليها وين ديرها في طبيشه تتهزيها كوخت تجينا شفه. تبارك الله عليك سكينه وعلى الاختراع ديالك. هذه هي لالا الحادقه المغربيه ما عندي ما نسالك 10 على 10 انا تنتسنى. ايوا الحمد لله وندير ونعاود نعيط من الصباح ولكن هذه عبار اللي عيطتك فيها. الله يبارك فيك والله يخلي لك بنيتك. ديزا عليا غير ديك الضحكه ديالك راه تدخل ليا من قلبي. الله يبارك فيك شكرا لك سكينه وانا